نتابع معكم توثيق الجزء الثالث لسوق الخجاء والمشيدات القائمة عليه. وهذا هو المدخل الثاني لسوق الخجاء، والمطلع على جادة السنجقدار ومقابل لسوق القميلي. وكانت بداية سوق الخجاء هنا في هذا الموضع، ولم يكن ممتدا واصلا إلى سوق الحميدية. ونشاهد هنا عربات المتعيشة الشامية، شيب أربع دواليب صناعة حموية وشيب ثلاث دواليب صناعة حلبية. سبحان الله، صورة ناطقة. وأرى هنا المدخل الثالث لسوق الخجة والمطل على جادة السنجقدار. وتبدو المحلات التجارية لسوق الخجة في عام 1965 والأبنية العثمانية الطراز عند مدخله والمؤدي إلى باب القلعة. كان هناك دكان متخصص لحفر الأختام الشخصية النحاسية لصاحبه من آل شورى، وقد انتشرت أصحاب هذه المهنة في أماكن عديدة من دمشق بذلك الوقت، وكانت مهنة رائجة رابحة نظرا لعجز عدد كبير من الناس من التوقيع بأسمائهم لانتشار الأمية والجهل وعدم القراءة. وكان بجانب دكان شورى لحفر الأختام رجل يجلس على كرسي قش صغير اسمه أبو أحمد طالو العلبي، يقوم على صنع الأختام النحاسية أيضا. وصاحب الدكان يعني لا يمنعه ولا يبعده، سبحان الله، كان يقول أرزاق، كل واحد بياخذ نصيبه من الرزق. قال شورى هو بيساوي أختام، وهذا طالو بيساوي كمان أختام. وهذا مدخل سوقي الخجة وسوق السروجية في عام 1965. وهنا هنا المدخل الرابع لسوق الخجة والمعروف باسم الباب الشمالي المتاخم لسوقي السروجية والزرابلية والمطل على جادة السنجقدار. وتبدو المحلات التجارية لسوق الخجة في عام 1965 عند مدخله قبل إزالة السوق في عام 1983. ومقابلا ما يعرف بالماضي باسم سوق النحاسين، حين كانت هذه السوق سوق النحاسين متواجدة وقائمة بجانب جامع الحدرة أي الحشر أي جامع السنجقدار اليوم. وكذلك يبدو سوق السروجية هنا وذو السقف المحلزن يمين الصورة. وإذا اتجهنا إلى الشمال كان هناك سوق الزرابلية في يسار الصورة، سقى الله تلك الأيام وما تميزت به من طيبة وكرم وبساطة عند الجميع. لاحظوا معي هون العاشق والمعشوق يلي بالصورة، لاحظوا الرومانسية ما شاء الله عليه، ماسك بإيده يحرق حريشه، خايف منها ولا خايف تهرب منه بالمدينة؟ الله يعلم النوايا عند القلوب، يعني خلي نيتنا صافية. وهذا هو سوق الزرابلية، اللي ما بيعرفه يتعرف عليه، هذا اللي موجود بيسار الصورة، هذا هو سوق الزرابلية. وقد أزيل وأزيلت معه بيوت عربية جميلة في سوق ساروجة لفتح شارع جديد باسم شارع الثورة. هذه كلها من تمخضات السيد المهندس المبجل ميشيل إيكوشار، ما أعرف شو بدي أقول عنه. حاصله هذا منظر من فوق لسوق الخجة، أنا بعرفه تمام، كأني واقف عليه هلأ على الممر العلوي، واقف فوق عم اتفرج، شايف وبعرفه تمام. وأشاهد على يساري أرما كانت صلعة بوقتها، وهي يعني محل ألبسة وقمصان سندباد، يمكن كانت لأبو معتز الخطيب، والله ما عم اتذكر، تبا للغربي وتبا للعمر، ما حاولت كثير اتذكر ما قدرت. وكان في محل جنبه محل صواف وبحري بجانب محل القنصان السندباد. وأخبرني السيد محمد عرناد أن هذه اللوحة، هذه الكنفة المعلقة، هي سجادة قطنية خفيفة يسمونها بمحافظة درعا اسمها قطيفة، تلفظ بالجيم المصرية، وهي تعلق على الحيطان، ومنها كرسم السجادة توضع على الدواوين أو الطراريح،
وهي صناعة السادة جبسي إخوان حلبية الجماعة من حلب. وبينجوا كمان سجادات صلاة من نفس النوع. ويقول السيد محمد عنك كان محل والدي في سوق الأروام نبيعهم بالجملة والمفرق، وهذا محل أبو مروان في سوق الخجاء رحمهم الله جميعا. وقد بني سوق الخجاء على نمط سوق الحميدية على فكرة طابقين، العلوي منها مشاغل ومحلات تجارية، ويتم الصعود إليها من خلال درج حجري ضيق. ومن أشهر هذه المحلات في الطابق العلوي كان محل المصور الفوتوغرافي السينمائي نور الدين رمضان، وقد انتقل فيما بعد إلى سنجغدار. وبجانبه كان الزجال الشعبي حاتم نصري الذي هو من الشخصيات الشامية الطريفة، وهو والد المطرب الراحل مصطفى نصري وجد المغنية المشهورة السيدة أصالة نصري. ومن أشهر هذه المحال في الطابق العلوي كان كما ذكر الأستاذ عدنان قريش، أنا ما بعرفها، كان في محل معلم العود ويدعى خيرو زميرة، وكان لصيقه معلم الكمنجة، يعني واحد معلم عود واحد معلم كمنجة اسمه عزو القاق. الزلاء كانوا مشهور يعني بأبو الكمنجة. وبعدها معلم العود صبحي سعيد، وهو ملحن للأغاني الشعبية وخاصة المونولوجات مثل سلام الأغواني صاحب أغنيات النقد الاجتماعي والسياسي إبان الاحتلال الفرنسي. وهناك بعض المونولوجات لم تسجل له، ولكنها كانت يتناقلوها بين الحارات مشافهة يحفظوا بصم. وكذلك الفنان محمود حكمة الروملي كان صديق للسيد سلامة الأغواني طبعا، ومعلم الطرب المعروف رفيق شكري، وهو كمان ميداني من حي الميدان الدمشقي. وقد ذكر لنا السيد زياد رقوقي أن هو ابن الفنان الكبير عيد رقوقي، والظاهر هنا مع الفنان عمر نقشبندي، وكان لوالده تسجيلات وعنده هوية نقابية في نهاية أربعينات وخمسينات القرن العشرين. وكذلك الفنان مع دندشي على زمن الفنان الكبير والقدير رفيق شكري، وكذلك الفنان الكبير أبو المطربين السوريين اليوم الأستاذ صباح فقري. وكان الفنان عيد رقوقي من المطربين المعروفين بحارات الشام، وكان أصدقاؤه يجتمعون عنده في البيت، منهم عمر نقشبندي، سامي المحايري، أبو عبد العال، عبود عبد العال، والفنان نجيب السراج، وهؤلاء هم طليعة الفنانين السوريين بحقبة الأربعينات والخمسينات. وكذلك كانت فرقة أمية السورية للفنون الشعبية، وهناك ومضات من التاريخ الفني الشيق لم يوثق للأسف، ولا أحد يعرف عنها سوى النذر اليسير، وماتت بموت أصحابها، وأشخاص تم تداول أغانيهم بالحارات. وأغاني عيد رقوقي كانت من أجمل الألحان، ألحان سليم سروة ونجيب السراج وإشراف عمر البطش. لم يكن هناك للأسف أي توثيقات عنهم، وكانت إذاعة دمشق تبث برامجها كلها على الهواء مباشرة، ما كان في تسجيل. ويوجد بعض التسجيلات لهم، ولكن في أقبية الإذاعة والتلفزيون بساحة الأمويين بحاجة إلى يد حنونة تنفض الغبار عنهم وتعيد ألقهم الماضي والرائد بإنتاج الفن التراثي للبلد. إيه على تلك الأيام. إلى هنا وينتهي الجزء الثالث من توثيق مشيدات وعمارات سوق الخجة. موعدنا بالجزء الرابع للتوثيق السوق. فإذا أعجبكم هذا التوثيق التاريخي فالرجاء إبداء الرأي وبدغ زر الإعجاب والاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل ما هو جديد عن دمشق الشام، فلا تبخلوا علينا بذلك. وشكرا سلفاً.